اسم حضرتك ايه؟ غريب السيد عفان. طيب يا استاذ غريب، ايه اللي حصل معاك بالظبط؟ كنت نزلت عشان اشحن الموبايل، تمام. كنت قبلها يقولوا انزلوا، كنا بننزل، تمام رحت نازل عشان الموبايل، سمعت طبق نار، تمام رحت ابص، انا مش في الحاجات دي، رحت أبص وقفت جنب مستشفى الدكتور نظري، الجيش كان بيبعد الناس، ما كانش ضارب عليهم، الجيش كان بيبعد الناس، بيبعد الناس بس، تمام. وهم يجيبوا بلاط بتاع الرخام بتاع الجنينة، مين اللي بيجيبوا بلاط الرخام؟ الإخوان بيقعدوا يخبطوا ويجوا يحدفوهم بيه. فانا قلت حسب الله ما نعم الوكيل، بصيت لقيت الطلقة راحت جيالي من جنب محمد علي بتاع الملابس الجامعة، وبعد ما ضربوني راحوا جايين لي شايلينه ويقولولي قول اشهد، عايز اقولهم انتوا اللي ضربتوني، بيقول لك اشهد بايه؟ اشهد اشهد ان لا اله الا الله. عايزينك تنطق الشهادتين يعني. قلت بصيت لهم كده، حصلت زي غيبوبة، وبعدين اتلاقيت دقون بيضة ودقون بتاع، ازاي الشارع كان فاضي وازاي دول ظهروا فجأة، وانا قلت ايه هتحصل حاجة، همشي هروح اللبس عايش لما اشوف مصر ترجع تاني، بإذن الله هترجع تاني بإذن الله. مصر ترجع بشبابها بنسا، احنا كبرنا عايزين الشباب اللي جابلنا حقنا، هي قيادة الناس الحلوة، الناس المحترمة اللي بتحب مصر، اللي مهمهاش العالم، مهمهاش اي حد. فكرني زمان انا من جيل عبد الناصر، فكرني زمان لما كان عبد الناصر يقول في خطابه، أنا كنت بنزل في المستشفى في مصر وقالوا السيسي بيقول خطاب، بقى ده بينزل وأنا بتفرج عليه علشان أشوف طريقة كلامه، فكرني بعبد الناصر. أنا محمد سيد عباس الشقيق، المستشفى غريب سيد عباس. والله جالي تليفون قلت تعالى الحق اخوك، اخويا ماله؟ قال لك ده مات، يبقى جريت على المستشفى ما لقيتوش، سالت في المستشفى فين غريب السيد عباس، قالوا ده بياخد الدرس، رحت اخد الدرس لقيت غرقان في دمه، يعني زي ما تقول ذبيحه ومذبوحه، يعني ذبيحه ومذبوحه. طبعا صرت جيت على الدكاتره وجيت على ده وجيت على ده، نزلت الدكتور يشكر، الدكتور بتاع حوض الدرس نزل قام الواد وبتاع، فبسال طب مين اللي عامل فيك كده؟ ايه اللي وصلك هناك ومين اللي عامل فيك كده؟ حكى لي، قال لي انا وقت اجيب كارت شحنه لقيت الناس واقفه، فكلمهم بقول لهم يهديكم ربنا، طلع واحد بقالي راح ضرب وقف في الارض، لو وقعت يشيلوني، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ده دين. طبعا مش ده اللي خلى اخوك مصر انه يقول شهادته دلوقتي في رغم ان هو تعبان ومريض زي ما صورنا معاه كده؟ عشان المصري، مش المصري عشان يوضح للناس، عشان كل واحد يا بني يقول لك اخوك اتضرب بالنار من الجيش، هو في ايه؟ اتضرب بالنار من الجيش، الجيش ايه اللي بيضرب النار؟ الجيش ما بيضربش نار، الجيش لو بيضرب نار كنت انا اتضربت بالنار، الراجل شغل بالليل كنت انا اتضربت بالنار، ما بيضربنيش الجيش ما بيضربش بالنار، وبعدين هو في عز الظهر يعني الدنيا كلها شايفه، والدنيا وقعوه وضربوه وقعوه في الارض وشيلوه وحطوه في
في العربية ورموه لا إلا الله محمد رسول الله. هو في إيه؟ إيه الناس دي؟ نعم إحنا مسلمين، أنا اسمي محمد، أنا اسمي محمد مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا لما شفت هنا في السويس فأقول له دكتور دلوقتي الحالة بتاعته، قال له الحالة بتاعته عندي هنا ما، فأنت تلحقه في مصر. فأنا خدته وانت إسعاف وخدته وردته مصر. قعدنا بتاع 4 أيام داخل العمليات، عنده كسر في تحت الشبكة، طبقة جات له من عند الودن هنا، طلعت له من الناحية التانية، كسرت له العظمة اللي تحت شبكة العين، طلعتها خالص، وكسرت له الفكاكة ايه الفكين بتوع المغزى، الفكين اللي جوه العظم ده كله اتكسر. والحمد لله، الحمد لله اللي جت على قد كده، والحمد لله العظم اتلم، وعاوز بتاع سنه كده يعمل تجميل اللي هي الخبطات اللي في وشه دي والحتت اللي في وشه دي، قالوا لنا نعمل تجميل ويتعالج وان شاء الله الحمد لله خير يعني. ان شاء الله يوم بالسلامه، واكثر من كده خير يعني. ان شاء الله يوم بالسلامه باذن الله، بامر الله يوم بالسلامه. وهو فضى مصر يعني، مش احنا مش زعلانين والله، ما زعلان اول واحد مش زعلان، انا مش زعلان، بس اللي هو ازاي الناس دي عملت فيه كده؟ ليه يعني؟ ليه تعمل فيه ليه كده؟ ليه؟ يعني ما هو الواحد ما ممكن يمسك ويضرب ويعمل، بس ما ينفعش. طب ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. السيسي ربنا يكرمه واحنا ورا منه، ورا منه احنا، ربنا يكرمه واحنا ورا منه، واي حاجه يعملها السيسي احنا معاه. الراجل ده رجعنا سنين ورا. الراجل ده عبد الناصر، ده عبد الناصر يعني. انا شفت عبد الناصر، انا عندي 53 سنه، انا شفت، انا حضرت عبد الناصر. الراجل ده عبد الناصر، وربنا يبارك لنا فيه. وارجو من الناس، وانا بقول اهو وانا معروف، ارجو من الناس ما تغيرش دماغها، خلينا زي ما احنا ماشيين علشان مصر ترجع لنا تاني. خلينا زي ما احنا ماشيين مع الجيش، مع الشرطة محمد ابراهيم، وان شاء الله رجعنا مصر تاني بإذن الله.